معانا عبر سكايب الكابتن ناصر صادق، الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق. كابتن ناصر، مرحبا بحضرتك والف مبروك لمنتخب مصر. وايه تقييم حضرتك للمباراه النهارده وفوزنا على منتخب المغرب الشقيق في مباراه شديده الصعوبه لكلا الطرفين؟ السلام عليكم، مرحبا بحضرتك استاذ سيد وكل الساده المشاهدين. في البدايه طبعا مبارك لمنتخب مصر وكل الشعب المصري بهذا الفوز المستحق والتأهل للدور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. يوم الخميس القادم إن شاء الله هنواجه الكاميرون. أعتقد أن اللي جاي بإذن الله، يعني رغم صعوبته الظاهرية إلا أنه أسهل من اللي فات، لأن الروح المعنوية العالية اللي إحنا شايفينها في المنتخب حاليا والدفع القوية اللي واخدينها وعودة صلاح إلى أدائه يعني بنسبة كبيرة، مش ده أداء صلاح برضو اللي لسه إحنا منتظرينه. صلاح يستطيع ان يفوز، يعني يقود مصر للفوز بكاس الامم الافريقيه كما فعل مارادونا مع منتخب الارجنتين في كاس العالم 1986 في المكسيك بمجهود فردي. وان كان طبعا مارادونا في البطوله دي كان من اول مباراه لاخر مباراه كان، لكن صلاح عاد فعادت مصر. صلاح مستواه بدا زي ما حضرتك قلت كده يقود الفريق ويبث الروح وتعود لمساته السحريه، فعاد المنتخب المصري. وايضا النني مستواه بيتصاعد. تريزيجيه النهارده عاد بالهدف الجميل اللي احرزه من خلف المدافعين في حارس كبير ياسين بونو، خد بالك من افضل حراس اسبانيا في اسبانيا وفي اوروبا بعتبره، يعني طبعا من الافضل في افريقيا. فاعتقد ان الفوز ده فوز مهم جدا على اقوى منتخب في البطوله. انا قبل هذه المباراه منتخب المغرب هو اقوى منتخب في البطوله، يعني خد بالك المنتخب الوحيد اللي تاهل للدور الثاني بعد تصدر مجموعته بجداره، يعني كل المنتخبات العربيه الثانيه تاهلت يعني بالزق كده، منها منتخب مصر للاسف يعني. لكن الحمد لله احنا عملنا زي تونس في بطوله كاس العرب، الاداء تصاعدي وده نتيجة عودة النجوم الكبار في المنتخب إلى مستواهم. وعشان أبين لحضرتك أهمية الفوز النهاردة هقول لحضرتك إن هذا الفوز لم يعني مصر فازت على المغرب في تاريخها عبر تاريخها 4 مرات فقط، وهذا الفوز هو أول فوز بأكثر من هدف منذ 1971. يعني إحنا كنا دائما نكسب بهدف. تذكر مباراة شهيرة بين مصر والمغرب في كاس الامم الافريقيه 86 اللي فزنا بها في مصر كانت بهدف طاهر ابو زيد. فهذا الفوز فوز كبير جدا، ومنتخب المغرب فريق فعلا قوي جدا واقوى من منتخب الكاميرون كمان اللي بتساعده عوامل كتير. واتمنى ان شاء الله ان المنتخب يستمر على هذا المستوى. في ناس شافت ان الهدف اللي دخل في مرمى المنتخب المصري بضربه الجزاء اللي حسبت في الدقيقه الرابعه من عمر المباراه هو اللي أدى إلى هذا التحول، يعني كان أدائنا قبل في بداية المباراة كان أداء يبدو هادئ ومتحفظ بعض الشيء، بعد دخول الهدف بدأ أداء منتخب مصر يبان بشكل قوي وبدأوا يفردوا بشكل قوي وبدأ يظهر هذا الأداء المتفوق خاصة مع دخول الشوط الثاني في بدايته وهذا الهجوم الكاسح لمنتخب مصر واللي أحرز محمد صلاح في عقبه إلى هدف التعادل. طبعا هو الهدف كان ليه دور في اثاره الحماس، بس في دور ثاني للمنتخب المغربي نفسه عليه عامل كبير انه تراجع للخلف. هو في البطولات الكبيره وفي المباريات الكبيره اللي زي دي متعودين بيدخل هدف هدفين بكثير، مفيش غزاره في الاهداف. المنتخب المغربي اعتقد ان هو هيفوز بهذا الهدف ورجع الى الخلف وبدا يقفل المساحات، يعني بدا يدافع من منطقه جزائه ويقفل مساحات عشان يقطع الطريق على محمد صلاح، لان يعني محمد صلاح اديله مساحه بس وشوف هيعمل ايه، زي الهدف اللي صنعه لتريزيجيه. محمد صلاح الهدف اللي صنعه لتريزيجيه افضل من الهدف اللي سجله، يعني صناعته لهدف تريزيجيه كانت في نظري الشخصي يعني كانت افضل بكثير من لان حتى ليفربول نفسه علق على التمريره دي وما علقش على الهدف. ليفربول نشر الفيديو بتاع الهدف ده وقال لك تمريره سحريه، لان صلاح التمريره دي مش اي حد يعملها، تمريره خلف المدافعين ودي تمريره صعبه جدا لانها على الارض وبين الحارس والمدافع، فالحارس بيعتمد على المدافع والمدافع ممكن يعتمد، فهي تمريره ماكره جدا. ايضا شفنا تريزيجيه
بيعمل الحركه اللي بيعملها مع فريقه أستون فيلا، انه بيرجع بيجي من العرضه البعيده اللي هي بيسموها الزاويه البعيده، الناحيه البعيده من خلف المدافعين، دي بتبقى منطقه عاميه، المدافعين بيبقوا باصين دايما لناحيه الكوره واللي معاه الكوره، فهو جه من خلف المدافعين ببراعه وحطها. في لعيبه كتير خد بالك بيضيعوا الفرص دي للاسف شديد، لان ما عندوش التوقف. وفي ناس في ناس عايزه تفهم برضو حاجه تانية متعلقه بفكره الروح هنا، لانه احنا في ماتش كوت ديفوار وفي ماتش المغرب بدات تظهر جليا قوي هذه الروح لدى اللعيبه، بقى كل اللعيبه بتلعب بروح قتاليه، تشوف حتى ابو جبل رغم الاصابه يتحامل على نفسه، احمد حجازي رغم الاصابه طالع زعلان، في حاله من التحمس والاندفاع الى ان هم بيلعبوا فعلا بيمثلوا قميص بلادهم الوطني، يمكن كانت مفتقده في بدايه البطوله. شايف الروح دي مصدرها ايه؟ هل محمد صلاح قدر ان هو ينشر هذه الروح الايجابيه؟ هل اللعيبه نفسهم اتعمل لهم محاضرات؟ تفتكر ايه السبب اللي خلى هذه الروح تظهر بهذه القوه في المباراتين الاخيرتين؟ الروح دي ليها عوامل كتير، منها اللي حضرتك بتقوله ده، ومنها ما قاله محمد المنجي بعد المباراه، ان هم قعدوا مع بعض بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، وحتى بعد الهدف اللي احرزته المغرب اتكلموا مع بعض، وبعد بين الشوطين اتكلموا مع بعض. ويمكن في لقطه النهارده شفتها عجبتني جدا، محمد صلاح واقف بعد المباراه قبل الوقت الاضافي بيكلم الفرقه، وكروش واقف ساكت، لان كروش عارف ان صلاح ممكن ياثر في الفريق اكتر منه هو شخصيا، لان محمد صلاح بيعتبر قدوه مش للاعبي مصر بس، ده لكل لاعبي البطوله. محمد صلاح افضل لاعب في البطوله، ويمكن قيمته السوقيه تعادل عده فرق في البطوله. صحيح. يعني باستثناء بعض اللعيبه اللي هم قيمتهم السوقيه عاليه، هو طبعا افضل لاعب على الاطلاق. طب هنا الاداء برضو كان في ملاحظات على الاداء التحكيمي، يعني حكم اليوم برضو اثار غضب لاعبتنا كتير في اكتر من مشهد، فاول احتسبه كمان ضد النني وانذار شافت ناس كتير قوي انه غير مبرر ولا لمسه ولا كان ليه اي لازمه في ال 18. يعني ادائك ايه؟ تقييمك ايه لاداء الحكم السنغالي النهارده لمباراه اليوم؟ بدايه الحكم هو اسوأ ما كان في المباراه اليوم. الحكم اسوأ شيء في المباراه اليوم هو التحكيم. الحكم ماجاتي الحكم السنغالي ده من الحكام اللي عندهم خبره وبيسقوهم، وللاسف في افريقيا ممكن تحكم كتير بس عشان خاطر انت اساسا يعني تصنفت خلاص، لكن مش عشان انت كويس. للاسف التحكيم في افريقيا خرابه، يعني بكلمه معنى كلمه خرابه، وده نتيجه ايه؟ نتيجه حاجات كتير، منها المجاملات في اختيار اعضاء لجنه الحكام والمسؤولين في التحكيم، واللي مجاملات في اختيار الحكام نفسهم، حاجه ماساه يعني. لكن ندخل خلينا في المباراه. المباراه الحكم كان سيئا جدا، واكبر دليل على انه كان في أسوأ حالاته الفنيه. طبعا البدنيه الحكام الافارقه دول بيجروا ما شاء الله حصنا، لكن فنيا في الدقيقه الثالثه ضربه الجزاء اللي احتسبها الفار، ضربه الجزاء دي واضحه جدا لدرجه ان اي حكم مبتدئ يحسبها بدون فار اصلا، لان الف ب في التحكيم، وانا يمكن كتبت ده في تحليلي للمباراه في موقع الجزيره نت، في الف ب تحكيم، ان لما المدافع لما المهاجم طبعا حكيمي كان في موقف هجومي، يعني انا بقول مهاجم على حكيمي، لما المهاجم يلعب الكوره ينجح في لعب الكوره والمدافع ينزل يعمل تاكلنج عليه وما ينجحش في لعب الكوره ويعقله، بقت مخالفه واضحه. ايه ما تبقاش مخالفه امتى؟ لما المدافع ينجح في لعب الكوره. كان واضح بشكل جلي جدا ان حكيمي هو اللي لعب الكوره، لان الكوره صارت للامام، الثاني حتى ما لمسهاش، لانه لو لمسها لمسه بسيطه كان هتغير اتجاهها. دي محتاجه فار، وبعدين الفار استدعاه طبعا لفت نظره، قعد اربع دقائق على ما احتسبها، الهدف سجل في الدقيقه السابعه يا فندم. طبعا ده ضعف تحكيم شديد جدا. دي كمان بعض الناس يمكن شايفه انه الاشكال هيبقى غالبا ده التخوف الابرز في مباراه مصر والكاميرون، لان انت هتبقى بتلاعب طبعا صاحب الارض والجمهور. تفتكر مين اللي بتتمناه يكون هو الحكم؟ يعني في ناس نفسها يكون واحد من اثنين، يا فيكتور جوميز بتاع جنوب افريقيا يا مصطفى غربال بتاع الجزائر. تتمنى مين يكون الحكم؟ لانه يكاد يكون ده التخوف الابرز يعني. انا افضل الحكام العرب، طبعا الحكم كان ليه اخطاء كتير غير اللي احنا قلناه من شويه بتاع ضربه الجزاء اللي احتسبها الفار مش هو اللي احتسبها، كان ليه اخطاء كتير، ودي خلت لعيبه مصر يمكن يعترضوا عليه. رجل في الشوط الاول حوالي 7-8 دقائق وقت بدل ضايع
نتيجه حاجات غريبه بيعملها، يعني ضربه حره من غير مباشره تقعد 3 دقائق عشان ينفذها، وبعد كده احتسب دقيقتين، ده وقت بدل ضايع. يعني الحمد لله ان احنا نجينا منه من هذا الحكم، لكن في التحكيم الافريقي افضل حكام شمال افريقيا. حكام شمال افريقيا مصطفى غربال يكون الافضل في تقديرك؟ نعم، مصطفى غربال طبعا حكم ممتاز، وبعدين بيخافوا على سمعتهم اكتر. حكام الافارقه ما فيش مشكله عنده، يعني ما فيش مشكله خالص. يعني لو نتذكر مثلا الاخطاء التحكيميه، نقول بين قوسين كده الفاجره بين قوسين، يعني من حكام تخليك تخاف منهم بشكل دائم. بنشوف دايما التحكيم للاسف في افريقيا بينحاز لصاحب الارض، يعني صحيح. احنا التحكيم انحاز لنا في كاس امم 2006. يعني يمكن احنا خدنا بطوله 2008 و2010 بجداره اكثر من اللي خدناه على ملعبنا. عموما احنا نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني في المربع الذهبي، وان شاء الله رغم صعوبه مواجهه صاحب الارض والجمهور المنتخب الكاميروني، لكن ان شاء الله نتمنى انه المنتخب المصري يعملها ويحوز الكأس بإذن الله، وربنا يكون معانا ويفرح كل الجماهير المصرية. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر صادق الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق على وجودك معنا، شكرا جزيلا لحضرتك.